أنا موجود في مكان خاص يسمى بستان جتسماني. اللي بيعرفني طبعاً أنا مولود في الناصرة وعشت في قانا الجليل في منطقة الجليل، لكن سكنت هون في القدس في أورشليم لمدة 6 سنوات. واحدة من أجمل الأماكن في القدس هو هذا البستان، كنت باجي مراراً وتكراراً حتى أصلي في هذا المكان، ويعتبر مكان خاص، مكان مقدس. بستان جتسماني من الكلمة العبرية جاتشمنيم، تعني معصرة زيت، وطبعاً النبوة عن يسوع المسيح دست المعصرة لوحده. بعد ما نزل من العلية جاء عن طريق وادي قدرون ودخل إلى أسفل جبل الزيتون، حيث توجد الأشجار الزيتون الكبيرة والكثيرة، وهذا المكان كان محبب على قلب المسيح. الشجر اللي شايفينه عمره من 2000 ل 3000 سنة، يعني تخيل هذا الشجر بعمر طويل جدا. وإحنا بنعرف إنه شجر الزيتون لا يموت، يعني بتشوفوا الجذع بيكبر وبيموت، لكن بيطلع الطلق أو الغصن من الداخل كأنه حياة من موت. هذا البستان يسمى بستان النزاع، كنيسة كل الأمم، لأنه كل الأمم اشتركوا في بناء هذه الكنيسة. وطبعاً واحدة من الأشياء المؤثرة جداً على قلبي الصخرة جوا وين المسيح، يعني مكتوب عنه قطرات عرقه صارت أو نزلت كقطرات دم. حبيت أشارك كل اللي بيشاهدونا طبعاً في هذا المكان الخاص بستان النزاع، وين المسيح قال للتلاميذ عندما كانوا نيام: ألم تقدروا أن تسهروا ساعة واحدة؟ اسهروا لألا تدخلوا في تجربة. طبعاً في هذا البستان كمان يهوذا خان يسوع بقبلة، أحضر الجيش الروماني والحرس الهيكل، وكانت العلامة هي قبلة، والقبلة بتعرفوا علامة السلام والصداقة والبركة. استخدم هذه العلامة حتى تكون خيانة ضد الرب يسوع. وكمان بطرس في هذا البستان استل سيفه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، لكن المسيح قال: رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. رسالة المسيح مش السيف ولا العنف ولا الحرب، رسالة السلام ورسالة المحبة. لما بطلع على الشجر وعلى هذا البستان بتجيب لي ذكريات كتير كتير حلوة، وانا عاوزك تشوف هذا المنظر الحلو، الشجر، تتذكر ألام المسيح. وفي هذا المكان ألقوا القبض على المسيح قبل المحاكمة وقبل الصلب. من هذا المكان أنا بصلي إنه الرب يباركك والرب يحرسك، الرب يملأك سلام، والرب يحافظ عليك، والرب يعطيك نعمة خاصة في هذا الوقت.